الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية زيادة في إيراداتها المتحققة في النصف الأول من العام الحالي بمبلغ 553 مليار دينار، وأوضحت هيئة المنافذ أن إجراءاتها في إنجاز الأتمتة الإلكترونية عبر ربط 5 دوائر في منصة واحدة بجهود ذاتية من الهيئة أسهمت برفع مبالغ الإيرادات المتحققة وتسهيل انسيابية العمل. هذا ويتهم نواب في البرلمان الميليشيات بالسيطرة على المنافذ الحدودية وإدارة عملية التهريب فيها، فضلاً عن استحواذها على إيرادات المنافذ المالية. أعلنت دائرة زراعة محافظة ذي قار عن تحقيق ما نسبته 75% من الاكتفاء الذاتي من الدجاج وبيض المائدة و60% من إنتاج الثروة السمكية. وقال مدير الدائرة صالح هادي إن المحافظة لديها 204 حقول من الدواجن وبيض المائدة مع وجود حقول قيد الإنشاء، وفي حال إكمالها سيرفع معدل الاكتفاء إلى 95%، مشيراً إلى أن عدداً من مربي الدواجن وبيض المائدة بادروا في إطلاق حملة البيع المباشر بسعر 5000 دينار للطبقة الواحدة. وأضاف أن بحيرات الأسماك والأقفاص العامة تنتج 661,000 طن سنوياً، ما يحقق ما نسبته 60% من حاجة المحافظة في ظل استمرار دعم الدائرة لهذه القطاعات وتطويرها. سجل سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي تغييراً طفيفاً في الأسواق المحلية في العراق، وسجل صرف الدينار 147,300 لكل 100 دولار مقارنة بيوم أمس الذي سجل 147,000 دينار لكل 100 دولار. وتنعكس الظروف التي تشهدها البلاد لا سيما الاقتصادية والسياسية على سعر صرف الدولار، على الرغم من تثبيت البنك المركزي سعر 1,450 دينار لكل دولار واحد، إلا أن أسعار الصرف ارتفعت في غضون الأيام الماضية في الأسواق المحلية متجاوزة 150,000 دينار لكل ورقة من فئة 100 دولار أمريكي، وانخفضت في وقت سابق. ارتفعت أسعار النفط مع انتظار المستثمرين قراراً من المنتجين الرئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون أو يخففوا تخفيضات المعروض في النصف الثاني من العام. وارتفع خام برنت لشهر أيلول إلى 74.72 دولار للبرميل الواحد، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آب 73.61 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، بينما أضاف خام برنت أكثر من 8% مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2018 مع ارتفاع السفر في الصيف وتلقيح المزيد من الناس بلقاح كورونا. ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، حيث عززت المخاوف بشأن نسخة فيروس دلتا الأكثر عدوى من كورونا جاذبيتها للذهب كملاذ آمن. وارتفع سعر الذهب إلى 1,775 دولار للأوقية مبتعدا عن أدنى مستوى له في شهرين. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1,774 دولار أمريكيا للأوقية، وارتفعت الفضة إلى 26.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم إلى 2,764 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3%. ختام الموجز بأمان الله.